كما التقى وزير الخارجية سامح شكري بوزير خارجية إسبانيا خوسيه مانويل ألبرايس على هامش اجتماع مجلس الشؤون الخارجية للاتحاد الأوروبي في بروكسل. الوزيران تناولا بشكل مفصل مستجدات الأوضاع في قطاع غزة وتطورات توسيع إسرائيل لعملياتها العسكرية في مدينة رفح الفلسطينية، وقد عكست المناقشات تطابق الرؤى تجاه حتمية تحقيق الوقف الفوري لإطلاق النار وضرورة تحمل إسرائيل باعتبارها القوة القائمة بالاحتلال لمسؤولياتها القانونية والإنسانية إزاء سكان قطاع غزة والضفة الغربية.